كاينش قصد ديال والو لكن هذا كل ما يجيش ربنا ان تجعل ثوابا ما تلونه من الذكر الحكيم الى روح فقيدات الوسطى العزيزه الغاليه سيدي محمد خالد الناصري اللهم جدد عليه الرحمه اللهم جدد عليه الرحمه اللهم ارحمه برحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء اللهم يمن كتابه يسر حسابه اقل ميزانه بالحسنات اللهم انه عبدك ابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك فزد باحسانه وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم أكرم ضيافته اللهم أكرم ضيافته اللهم اغسله بماء وثلج وبرد اللهم مد له في قبره مد بصره إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره مزارا للملائكة الذاكرين اللهم أنزل عليه في هذه الساعة المباركة الضياء والنور البريمي مصطفى عضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والشراكية. في ذكرى الأربعين لوفاة المرحوم والمشمول برحمة الله الرفيق العزيز والصديق الوفي والرجل الوطني الغيور خالد الناصري نترحم عليه مباشرة ونطلب من الله الرحمة والمغفرة له ولجميع أموات المسلمين. خالد الناصري رجل دولة، رجل وطني قام بواجبه على أحسن الأمثال، وكان مناضلا عضويا بالمعنى بكل معنى الكلمة، وكان مثقفا ثوريا، وكان أكاديميا ناجحا، وكان وزيرا وسفيرا يدافع عن المصالح العليا للوطن، و بإمكانيته وبقدرته كان رجل بيداغوجي، بحيث أنه أساسه هو البيداغوجية، هو التفسير، هو الإنصات، هو التوافق لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة البلاد والعباد. رحم الله الفقيد ورحمنا الله جميعا، ولا شك أن وفاة المغفور له خالد الناصري تؤلمنا، ولكنه حاضر معنا، حاضر بما أنجزه وبما كتبه بأسرته الصغيرة وبحزبه كذلك، ورحم الله الفقيد. المرحوم خالد الناصري أب ولكن أب لنا جميعا، وغادرنا ولكن الروح ديالو والقيم ديالو غيبقاو ديما معنا وعمرهم ما يغادرونا، وهذاك هو الفضل بالنسبة لنا. حنا ممنونين للمعلمنا مدة عقود، والتحدي ديالنا اليوم هو نحاولوا نبقاو ديما كنباشروا بالقيم اللي عطانا واللي مازال ان شاء الله نزيدوا بها القدام، على ود بالنسبه لنا كيبقى قدوه للعائله وللاقارب وللوطن كامل. سيد الناصري عضو في التقدم الاشتراكيه منذ اكثر من 50 سنه، راه نصف قرن تبارك الله، ما كيجمع غير الفم راسي، وبالنسبه هي عائله. وانا نهار حليت عيني وانا كنشوفو كيناضل في ذاك الحزب، واليوم الحزب كيرد ليه هاد النضال وهاد الكفاح اللي ادى من اجله مده سنوات. كريم التاج عضو مكتب سياسي حزب التقدم والاشتراكيه ورئيس ديوان سابق ديال المرحوم لما كان وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومه. جئنا اليوم للترحم على الروح الطاهره لفقيدنا العزيز خالد الناصري رحمه الله. طبعا نستحضر بهذه المناسبه مناقبه، نستحضر كل ما قدمه لوطنه لحزبه على وجهات مختلفه، ظل الراحل ناشطا فيها ومن خلالها، وهو يقدم تضحيات، يقدم خدمات جليله، سواء كأستاذ جامعي فقيه للقانون الدستوري أو كمحامي مدافع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة، أو كقائد سياسي بارز تعلمت على يده أجيال
من المناضلات والمناضلين أو كإعلامي قدم الشيء الكثير للساحة الإعلامية أو كرجل دولة كمسؤول سياسي بداية كوزير الاتصال الناطق رسمي بالحكومة ثم في مهمته الدبلوماسية في آخر مسار حياته وهو سفير لبلادنا بالأردن. فما خلفه الراحل وراءه من إنجازات ومن جليل الخدمات التي أسدها لوطنه ولحزبه وللأسرة التقدمية ستجعله منه خالدا بيننا، خالدا بأعماله الجليلة، بما نحتفظ له من ذكرى طيبة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.